لم يسبق من قبل أن تم حج مثل هذه الكمية. هذه الكمية اللي تحجت تقريبا هي 2 طن 588 كيلو غرام من مادة ديال الكوكايين الخام. عندما أقول الخام لأن أرسلنا عينة من هال المختبر ديال الشرطة وبينت على أن نسبة التركيز كتدير لو طو دو كونسونطراسيون ديالها هو 93%. يعني ملي غنقول 2 طن ونص تقريبا بالنسبة التركيز ديالها 93%، فبدير بلي أنها غادا تضرب واحد 4 ولا 5 ديال غادا تضاعف 5 ولا 6 المرات في الكمية ديالها. فمن خلال الأبحاث اللي حنا قمنا بها تبين على أن هذه الكمية هي جزء من كمية اللي دخلت هذه الشبكة للمملكة المغربية ابتداء من 2013، واللي هي الكمية اللي دخلت كاملة هي 5 طن و400 كيلو من مخدر ديال الكوكايين. يكفي أنني نقول غير القيمة المالية ديالها راه 25 مليار و 850 مليون درهم، أي ما يعادل 75 مليار و 75.2 مليار دولار. شوفوا الرقم تقريبا الشيء يعني. كما أننا في إطار إيقاف وتفكيك هذه الشبكة، هاد المخدرات، هاد المخدر ديال الكوكايين راه تحجز هنا في واحد جوج ضيعات كاينين هنا، وحده في الصخيرات وحده على مقربة من واد الشراط. كذلك كان توقيف ديال أشخاص آخرين ضالعين في هاد الشبكة في مدينة الناظور وبمدينة الدار البيضاء، وتم حجز في مدينة الناظور كمية أخرى من الكوكايين وكمية ديال المخدر ديال الشيرة اللي تقريبا 105 كيلو. كما أنه كيف ما لاحظتوا دابا وصورتوا عند إيقاف هذه الشبكة، أعضاء هذه الشبكة تم كذلك حجز واحد مبالغ مالية تقريبا 394 و520 أورو، 394,520 أورو، وبالعملة الوطنية تقريبا 172,620. كذلك تم حجز واحد مجموعة ديال الناقلات سيارات كما لاحظتوا، كما غادي يفسروا لكم الاخوان من بعد، واحد تقريبا 8 ديال السيارات ها هما حنا حجزناهم هنا، ولكن كاين سيارات اخرى اللي حجزتو اللي باقا في الناظور. فهاد السيارات منهم التي كانت تستعمل في نقل جزء من هاد المخدرات لايصالها الى الشمال ثم عبورها نحو اوروبا او توزيعها للاستهلاك الداخلي. غادي نقول لكم ارجع على المساله ديال الاستهلاك الداخلي. فنكمل المحجوزات، كاين المبالغ الماليه اللي قلت، كاين السيارات، كاين جوج ديال البندقيتين ديال الصيد، واحد المجموعه ديال الخرافيش، وكذلك مجموعه ديال الهواتف، واللي مهم فيها هو هذيك الوسيله ديال الاتصال الصناعي تقدر ان ساتيليتير. علاش؟ لان اعضاء هذه الشبكه كانوا يعملون من بهذه وسيله الاتصال من اجل لا ريكوبيراسيون ديال الشحنات اللي كانت كتجي من عبر البحر في الجنوب ديال المغرب من جنوب امريكا. هذه الشبكه تبين على انها استفادت من خدمات شبكات متخصصة في التهريب ديال المخدرات واللي كتنشط واللي عارفة لي زيتينيرير اون برانتيب دي من الجنوب إلى الشمال. دونك بالنسبة لنا حنا هذه هي الحالة ديال البحث اللي حنا وصلنا ليه، الخلاصات اللي حنا لحد الساعة وصلنا لها هو أن العملية كانت موفقة. لماذا؟ لأن كان هناك تعاون وثيق وتنسيق مضبوط ما بين المكتب المركزي للأبحاث القضائية والمديرية العامة للأمن الوطني بزورونتاسيون ديال المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهذا يبين يقظة ديال المصالح الأمنية المغربية والتي دائما كنت ألح عليها أثناء مداخلاتي في القضايا المتعلقة بالإرهاب. الخلاصة الثانية اللي ممكن نوصل لكم،
كيف لاحظتوا هذه كمية قياسية. هذه الكمية كانت تأتي من الجنوب عبر شحنات شحنات وتتوضع في هذه البيئتين اللي كاينين هنا في الصخيرات والشراب، وبالتالي كان ليكول مونديالا كيتم عبر شحنات صغيرة 100 كيلو حتى 120 كيلو اللي كانت كتمرر من هنا حتى الشمال، يعني حتى جميع المدن فيها يعني هذه الشبكة عندها امتدادات وطنية باش نعرفوها، لأن يعني عندها أشخاص اللي تيصرفوا هذه المخدرات مدن أخرى مغربية، الناظور، مهناس، طنجة، فاس، الدار البيضاء. كما أن عندها امتدادات عبر وطنية، لأن من خلال الأبحاث اللي وصلنا لها هو أن هاد العقلين المدبرين ديال هاد الشبكة عندهم أشخاص من أمريكا الجنوبية وبالضبط من فنزويلا اللي كانوا كيبدوهم بهاد الكميات ديال المخدرات، عندها أبعاد أخرى مع دول أخرى، ألمانيا، هولندا، إسبانيا أو العربية، الإمارات العربية المتحدة.